أمي الله يرحمها. الله يرحمها. ميت أهلين وسهلين. أهلين وسهلين. أهلين سامي عمي. إيه ابن عمي. ما قلت لي مينو هاد؟ قلت لك عم نحكي على أمي الله يرحمها. الله يرحم ترابه. تعيش. شايفي سامي شايفي؟ شوفي لي هالناظرين. اللهم صلي. يخزي العين على الوجه ما أحلام. يخزي العين. الله يخلي لكم يا يربى بيعزك. الله يعزك. محمد سلقك شو بيضة بيضة مثل شق اللفت. يلا يا أولاد سلموا على مرت أبوكم الجديدة. يلا يا أولاد سلمي على مرت عمي. سلموا يا سلي سلم حبيبي سلمي. يلا حسيبي سلمي لشوف اللي سلم على غرفته. يلا لشوف يلا بسرعة. يلا عم يلا بسرعة عمي بسرعة. رد عليكم رد عليكم عمي عمي يلي محمود فوت سلم فوت فوت سلم فوت سلم. السلام عليكم. اهلين وسهلين. اهلين يا عبد اللطيف. اهلين وسهلين. تفضل. شو يا رجل مين شاف احبابه ونسي اصحابه؟ لا يا عمي ابو عبود ما حبيت اهي منك بقلوب. انت بالعين والقلب. بس مثل ما بتعرف محلي بالبزوريه صار لي فتره طويله داره. انا رجعت اشتغل فيه وطبه من اول وجديد. يعني ان شاء الله على طول هون. شو بدي اعمل؟ امي الله يطول بعمرها. امين يا رب. ما عاد تمتلك لحالها. بعدين تولعت بام عبد القادر الصغير ما عاد تحسن تقعد بلاها. يعني بنقدر نقول انه عبد القادر الصغير على الطريق ان شاء الله؟ ان شاء الله وصلى الله. سبحان الله ما اكرمه. ان شاء الله الله بيعوض امك بعبد القادر الصغير. سيدي شو بيجي من الله منيح بنت صبي كله مثل بعضه. نعم. المهم مثل ما بيقولوا الخلاص والخلقه بين الناس. اي والله صحيح يا عبد اللطيف. المهم يعني ما عاد ترجع على مصر. إيه لا حدا بيشوف مصر بيقدر عفلاقها. بعدين لا تنسى أهل البيت من مصر قولهم أهل هنيك. بعدين ما بخفيك أنا مرتبط بشغل هنيك. الله يوفقك. خير عمي عبود ليش بعيد ولاي؟ يا سيدي رح تعمل لي مثل معلم عاشور بيفهم علي علومة. بدي أسألك كيف أحوالك؟ يعني متضايق مبحبح ولا هيك وهيك؟ عجبتني هي هيك وهيك. على كل حال ربك مفضل علي وإذا حدا بده شيء بيع لحم الدافي بقدم له اياه. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. انت عطيت وقدمت كثير يا عبد اللطيف. وهالناس اللي ما عم يغمض لها شفن وهن عم يدافعوا عنا وعن هالبلد ما قدموا فوق طاقتهم كمان عمي ابو عبود. وانت ما قصرت عطيت كثير. صدقني ما في شيء بيكثر على هالوطن. سالني لي ابو عبود لان الواحد ما بيعرف قيمه بلده غير اللي يتغرب عنه ويبعد عنه. الله وكيلك كان ينطف قلبي على الشام وهويات الشام وستين الشام. غوطة الشام اللي ما لها مثيل بالدنيا ما اشتقت لها؟ لكن ما اشتقت لها واشتقت للناس اللي فيها اللي هن بحماية الله والشام. بس بتعرف سمعت لك خبر نزع لي مرائي وخربط لي كل دوزان. ليش عاد نسمع غير الاخبار اللي بتنزل بدال؟ شو سمعت؟ الجراد عمي ابو عبود الجراد جايين سراب سراب من الاردن. يا عيني كملت معنا من كل الجهات. بس هذا الخبر أكيد أكيد الأكيد. عينك تشوف الفلاحين تشوف وجوههم. بس الفلاحين المصيبة علينا كلياتنا. طيب ما أخذوا احتياطاتهم؟ كل احتياطات بدائية بتقلل منه بس ما بتقضي عليه. وبكرة بدي تقلب أسعار الخضرة والفاكهة والقمح. هذا إذا التريت وكل شي بيلحق بعضه البعض. شايف عملت لك على قلبك بهالخبر. المهم لازمكم مصاري. اي والله الشباب لازمون سلاح وبحاجه لشويه مصاري. على عيني وراسي بكره مثل هالوقت بيكونوا مصاري عندك. بخجل انه اتشكرك لانه الشكر قليل عليك يا عبد اللطيف. بتعرف عمي ابو عبود في مثل عند امي الله يطول بعمرها قال حط بشرابه ومن على شعره. أنا لازم أتشكرك عمي أبو عبود لأنك عم تخليني أقوم ببعض الواجب وبشي من حق هالبلد علينا. مرحبا. تقبريني تقبريني. الله لا يخليكي من هالبيت ويخلي لك هالولاد اللي علي يطقوا على فرائك. الله يطولنا بعمرك يا عمتي. مرت عمي اشتقت لك كثير. أهلين رمزية.
لك هي عملي بتعمليها يا درساني؟ لك في حدا بيحرد من بيت أهله؟ آخ يا مرت عمي، قال شو اللي جابرك على المر؟ قال له الأمر. أنت التانية لك بنتي كبرتي المسألة كتير، نحن اللي منقول عنك عاقلة وعقلك كبير. يو شو بتقصدي عمتي أموعي؟ يعني أنا المعاقلة وعقلي مو كبير؟ أطرولكن يا حردة هلا؟ لا تقبريني دخيلك، قلبنا مو متحمل. بعدين لما كنتي تحت حكم العم والحماية ما عملتيها، هلأ رح تعمليها لما صرتي أنت الكل بالكل بالبيت؟ والله اللي بيصبر بينول. بعدين حماتي الله يرحمها ويجعل مسواها الجنة إيه ما كانت قليلة بنو، إيه والله كانت تحاسبني على أقل هف وحساب الملكين. الله يرحمها، هي اللي ساوتك ست الستات وعملتك زلمة. يو ما حبيت منك بنو بهي زلمة. بعدين ليش خير كاينة قردة وسعدانة؟ يعني دايما هيك عمتي بتخليني ازعل منك وانقهر. ايه لا تقبريني، الله لا يجيب الزعل بيناتنا ويبعده عنا، امين يا رب العالمين. ايه والله انت زينة الستات. لك الله يرضى عليك ويوفقك. تعرفي لك رمزية، انا من طول عمري بحبك بس ما كنت بعرف قديشني بحبك الا بعد هالحردة. يعلم الله انك انت غالية على قلبي وما نشفت لي دمعة بهاليومين اللي غبتوا عنك. يلا يلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلين عمي، هات إيدك. ما بدي تبوسيلي إيدي، إذا بوس الأيادي عندك بوضحك على اللحى. شلونك سامية؟ أهلين تقبرني. شلونك عميمي؟ أهلين تقبرني. أهلين حبيبي. حبيبنا ياك يا رب. الله يرضى عليك، خدني لتختي تقبرني. قومي يا عميمي قومي. الله يرضى عليك، الله يرزقك وطول عمرك يا رب. على مهلك يا عميمي، على مهلك. يخليني هاتي 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 حط لك مخدتها تحت ظهرك ولا هيك منيح؟ لا يسلم ايديك، ما بدي شيء حبيبي. والله يا ام غالب أنا كنت مفكر إنه قيمتي عندك أكبر من هيك. إي والله يشهد الله يا عمي إنك غالي على قلبي كتير، وعندي زعلك بالدنيا كلها، بس والله العظيم عقلي ما تحمل إنه عادل يكون متجوز وإله ولاد. طيب وأنا وعمتك أم معين وسامي شو دخلنا؟ لا عملتي لنا حساب ولا عملتي لنا خاطير. والله لو كنا نحن اللي جوزناه أو درينا أنه بده يتجوز عليكي وما منعناه عن هالشي هاد، كنا قلنا أنه الحق معك. بس عاد الله يصلحه، خبى عن الكل. وانت بتعرفيني رمزية، أنا دائما بصفيك ومن يمك. وأنا ما بنكر هالشي أبدا، ما منقول غير الله يصلحه ويهديه. الله يصلحك ويهديك يا أخي. ولك أنا أخوه الكبير، يا ما قعدت قدامه وقلت له أخي برضاي عليك. قال لي ولك ليش مهموم يا أخي؟ ليش دائما حاطت الحزن بهالجرن وقاعد؟ فتفضلي سر لي ولا كلمة نهائيا. ليش فكرك أنا مالي زعلان ومقهور منه؟ شفت يا عمي، شفت انه هالشي بيزعل؟ والله هو شيت انه بيزعل بيزعل، وانا زعلت من اخي. وعليم الله يا رمزي سمعت لك يا كلام، شي يحفظه وشي ينساه، مو لانه تجوز. يو ليش لكان تقبرني امتى قيامته؟ مو لانه تجوز منو؟ لكان لانه انا يمكن لو كنت بمطرحه كنت عملت مثله. عادل كان متصوب وبعيد من هون، كان بين الحياة والموت، قاعد ببلد ما فيها حدا ولا بيعرف فيها حدا. صح له وحدي تدير بال عليه، تطببه، تحكمه، تهربه، تخبيه، بيرفض. قلت لي لكان لو كنت مطرحه كنت عملت مثله وتجوزت عليه. لا تصغري لي اعليك ساميه. شو لكان؟ لا تقاطعيني بنوم، خليني كمل حكي مع رمزيه. بسكتي. حاضر رمزية، الشي اللي عملتي أنا ما رح أسكت عنه قلوب.
طلعتك من البيت بالشكل هاد وانت حرداني، خلانا نصير سيري على كل لسان، وهي شغلة كتير كبيرة بعيلتنا وما بسمح فيها. يا علي طاش عائلها وطلعت عن طورها، ما لقيت إلا تروح عند أهلها وتفشلن قلبها. بدي أسألك سؤال رمزية، وبضميرك وبإيمانك بتجاوبيني ضغري، مين أقرب إليك؟ مين بيحبك وبيدافع عنك؟ أنا ولا أولاد خاليك؟ الجماعة أحسن مني. إي والله أنا يا رمزية بعدك مثل أختي، وكنت بشوف أنه كان لازم تنتظريني لأرجع وتحكي لي وتفشي لي قلبك. قديش دي كنت لقيتها حلوة منك. عمي هات إيدك لبوسة. والله العظيم سامحني، بس والله العظيم أنا حسيت النار قايدة جواتي وما عاد شفت بعيوني. لك يا رمزية، أنت ليش مفكرة أني أنا رح أجي عليكي؟ لك الحق معك، الحق معك والله العظيم. أنا كنت عم فكر أجبر عادل يطلقها للجديدة، بس بعد ما دريت أنه هالمسكينة هي توفت أمها وما عاد إلها حدا بهالدنيا غيرنا، وبعد ما عرفت أنه صار لنا ولد منها حامل اسمنا، لقيته صعب كتير كتير والله يا رمزية كتير. شوفي رمزية، عادل ضلت معك مزبوط، بس غلطه كانت أكبر معها. قليلي ليش؟ ليش عمي؟ أحلك ليش. هو خبى عنك مزبوط، بس هو ضل لاحشها 6 سنين، لا حس منه بلا خبر، تاركها لحالة ملحوشة المسكينة. وحلفت لي بالله، قالت لي والله العظيم يا عمي لولا وفاة أمي ما كنت مفكرة إشي لهون، ولا سبب لكم سئلة ولا ضايقكم. لما تلاقيت من الظلم أنه تتطلق، والله العظيم من الظلم أنه تتطلق أختي. وأنا ما بيهمني أبدا يا عمي أنه تتطلق. هي هي رمزية اللي بعرفها، الودودة والحنونة، واللي رباها الشيخ عبد القادر، واللي بتعرف تعاليم ديننا على المزبوط، لأنه نحن ناس بنحب التسامح وقلوبنا طيبة. الله يسامحك يا عادل، ما بقول إلا حسبي الله ونعم الوكيل. يرضى عليكي سامية. قومي مع رمزية هديها شوي وطيبي لها خاطرها. أختي أنا صار لازم أروح لضيوفي. السلام عليكم. سلام. يلا أودعناكم. حطي لبنيه بإيدي، ما بتمشي بتتعشي معنا؟ لو ستي النبي بدي أقوم روح على بيتي. قسما عظما ما بتتحركي من هون، بعدين بدك تحكي لي شو صار بينكم وبين الجماعة. يا ابن عمي هاي نسوانك بيحكوا لك. لا لا لا، من تمك أعلى يا قعلة، بعدين بيني وبينك نسواني بيكذبوا كثير. أنتوا دائما بتفتروا علي هيك، ما عم تخلوني أتركن لحظة ببيتي. هلا بنت العم احكي لي، شلون لقيتي لي هالبنت؟ شو بنت يا أبو مجدي؟ شو بنت؟ بنت وبنت طول وأوام بتقله للقمر بعد بعد بدي أقعد محلك، والشعر للخصر، والعيون كبار كبار ودبلانين وعسليات، والتم شو بدي أحكي على التم، يا دوبه يا دوبه خلقان، لما قالوا عنه سمسمة ما كذبوا. نسيتي بس السنان اللي مثل اللولو، والوش اللي مثل طبق النمورة، وتدويرة القمر بتمامه، ولا الشامة يا أبو مجدي، سبحان الذي خلقها وصورها، ما تبلى وما تخ، تقول مزروعة زرع بنص الخد، هالدرسان بيعرف ينقي. ولك أنا شو بدي بشكلها هلا؟ احكولي عن أهلها عن أمها، لأنه مثل ما بيقولوا طب القدري على تمها بتطلع البنت لأمها. والله على سلامتها، الأم صبية وباين عليها بنت عز، والأكابرية عم تشر منها شر، ستة أم أمها بتعرفها من بيت الإنباز. هوهو لك كيف راح عن بالي، طبعا بعرفها، ولك هي كانت رفيقة المرحومة هي، وما تركوا بعض غير بعد ما طلعوا من عنا من الحارة. دخلكم بعدها حلوة مثل ما كانت، بتذكرها بيضة وحليتها سودة. تقبرني أبو مجدي، المخلوقة رح تصير ست وضفرة ضفاير الشيب، بعدين يا بعدي وين شفتها؟ لك كنت ولد صغير وبتعرفوا أمي ما قالها غيري، وين ما راحت تسحبني من إيدي معها. بتذكر كنت أقعد معهم عادات النسوان لما بدون يحكوا نكت
يأردفوني شي أردف اللي برات البيت. بعدين اجت خديجة غانم قالت له لك صغير ما بيفهم. صرت أقعد معهم يحكوا هالنكت على المكشوف وأنا قاعد وعامل حالي بصولة هيك ما لي عم بفهم شو اللي يصير. يبعت لك الهنا يا أبو مجدي. تاريك مو على كبر صرت مكار وقارح واهي من صغرك هيك. أنا مكار واهي يا عليم الله ما بطلع نقطة بحرك. المهم اللي خلونا بالخطوة كيف لقيتوه؟ والله عسلامتهم الجماعة. أنا اللي بيهمني النظافة والقطافة. خليتهم عم يودعونا يا أبو مجدي ورجعت لك على هالصالية بحجة إنه محرمتي وقعت مني ورفعت طرف هالسجادة ومديت كفي على الأرض ومسحتها. يحرم عليه يحرم عليه ما طلع ذرة غبرة. الله يمكن قرارك. لك شلون عملتي هيك؟ بركي رجعوا حدا شافك عم تقلبي السجادة. يو وشو فيها؟ ما حرمتي وسلتت مني وعم ادور عليها. خلاصة هلا بفهم منكم انه البنت عجبتكم كلكم؟ اي والله البنت كاملة مكملة من جميعه. الهي يجعلها يا رب من نصيب مجدي. بس ما بفتكر يعطونا اياها. ما سمعتي الام شو قالت؟ لك شو قالت نسيبة؟ اي والله ما سمعت هالمخلوقة لا لطشت ولا قالت شي. يو بسلامة ملاحظتك ام زهي. بسلامة ملاحظتك. ما سمعتيها شو قالت لما اجت سيرة كنة ام مصباح الحردانة ببيت اهلها؟ ذكريني لانه كنت مشغولة عم راقب العروس من ساسها لراسها. قالت والله الحق مع الكنة. الوحدة بحماية وحدة ما لها مخلصة. شلون بأربع حموات وتسع سلاف وعشر بنات حما؟ هذا ما عاد بيت، هذا صار تكية. ايه والله مزبوط حكت هيك شيء. بس انا هلا محورقه ما خطر لي انها متلطش وتسمع علينا. والله مدام هيك ليش لحتى ننام بالقبور ونشوف منامات موحشه؟ البنات اكثر من الهم على القلب. حبكت معه هلا ما عاد تزبط معه الا بدر الدجا. ابن عمي القلب ما يريد. لا تغلط غلطه ابوك وعمك. اسمع مني اخطب له هالبنت. والله لا ما عجوز عليهم غير الرحمه. هلا مدام هيك عجبتكم البنت انتوا الكل روحوا زوروهن زيارة تانية وخلي يسألوا علينا وردوا لنا خبر ومناخد جاها ومنروح منطلبها لهالمنزة لأشوف شو أخرتها معه. تعرفي سامية الحمد لله أنه خلصت القصة وانتهيت بسلامي. وعليم الله كنت حاسس مثل كابوس قاعد على صدري وخلصت منه. تقبر قلبي ان شاء الله ما بنحترمك الهي. خلي لي اياك يا رب. تعرف ابن عمي لما كنت عم حضر لكم هالعشاء بالمطبخ كنت عم بقول لحالي لولا رب العالمين ولولاك ما بعرف شو كان صار فينا الا الله. والله يا سامية دائما بقول الله يقدرني على فعل الخير. امين يا رب. أنا ما بيهنا لي عيش لما بشوف واحد منكم متضايق أو زعلان كبير أو صغير. لا والله لك آخ منك آخ. شو إنك قاسي ونرفوز وعطوف وحنون بنفس الوقت. وقلتيك أقرع ودقنه طويلة مو هيك؟ لا مو هيك قصدي. لا هيك قصدي. والله مو هيك قصدي. والله هيك قصدي. لا بلا تجرب مني هيك قصدي. لا تقولني. بس في شي بيغطي شي. لا مو هيك بنو. أنت جوزي وحبيبي وتاج راسي وزينة رجال الحارة كلياتها. ولا دقنك طويلة ولا أنك أقرع. لا تسلم لي الوش. شايفي سامية؟ لما بيكون جايك على الرحبان قديش بتكوني ظريفه وحلوه. يو ايه دايما جايني على الرحمه. اعوذ بالله. بلا اعوذ بالله. والله لما بتطلع العموره براسك وبيطلع جنادك إيه ما بتعودي بتنحملي منه حتى لو كنتي مرتي. ايه دقيقتين بعدين بروق دغري مو مثل بعض جماعه. هذا لانه انتي قلبك ابيض من جوا. تعالي هون مين قصدك ببعض جماعه ليكون انا؟ لا والله مو قصدي والختمه الشريفه مو قصدي عليك. لكن مين انت تقبرني قلبك ابيض مثل الثلج؟ اي والله مين لك؟ رمزيه الله يصلحها. يعني كل اللي عملناه مشانها وهالعشا الطويل العريض اللي مديناه كرمالها وبعدها مبوزمه وقالبي خلقتها. لك سامية لا تراغي عن الحق. أنا بدي أسألك سؤال
لو كانت هالقصة هي صايرة مع منيك شو كنت سويتي؟ رح أقول لك. أول باشتام إذا لقيت إنه أنت متغير شوي معي وحسيت عليك إنه حالك مو مثل الأول بضلني بزن وبنخر براسك هيك لحتى أعرف شو السبب. يا أما بعرف السبب بمعرفتي لأنه إلي طرق خاصة أنت ما بتعرفها. وتاني باشتام لطالما يلي صار صار وما عاد في خواص بنوم بستميل جوزي لناحيتي وببعد عنه الهم والكدر والنكد مشان يحس بغلطه معي ويندم على اللي عمله. وتالت باشتان بعدين والله والله ببقى بقرشين شو مضطر. سامية بدي أعرف منين تعلمتي هالقوية والوهاية هي؟ والله المرحومة أمي كانت بسيطة ودرويشة. مزبوط، بس حماتي الله يرحمها ما كانت لا بسيطة ولا درويشة. الله يرحمها كانت قوية وقادرة بس بمفهومية وذكاء. كانت وقت بتشوفني مبوزمه ومكشرة بوشاك تنصحني وتقلي لك يا بنتي الرجال ما بيحب الوش الكشير، كل ما ضحكتي بوشه وابتسمتي له بيحس بغلطه وبيجي بيستسمحك. الله يرحمها. قديش أبي كان جديد وقاسي معها بس هي كانت طالعة مع وراس. ايه الله يرحمه، يعني ما بعرف كيف كانت متحملته. ايه لا بيهش ولا بينش، بحياتي ما شفته مبتسم. لك سامية لا تنسي انك عم تحكي على المرحوم ابي شبنا. هلا لسه كنا عم نقول انه جايكي على الرحمن. بعدين لا تنسي ابي كان عاززها وداير باله عليها وحنون معها وما بيهون عليه شوكة تشكها. ايوة يعني مثل ما قلت شي بغطي شي. كحلتيها يعني شي بغطي شي. مزبوط سامية. هلأ قولتك رمزية رح تقبل بالضرة رح تعيش معها. رمزية اللي بيشوفها بيفكرها بسيطة ودرويشة بس هي مو هيك بنوم. هي قوية وقادرة وحقودة وقلبها ملان. وبكرة بتقول سامية قالت. حرام عليك يا سامية، ما في أطيب من قلبها المسكينة. والله قطعت لي قلبي. تعرفي مين المسكينة أكتر؟ الرطا هديك اللي ما راح تشوف جوزها إلا من الليل لليل. هذا بقى بيرجع لفهمها ولا زكاها. تقبرني قوم اطفي لنا الضوء. اي والله داب عيوني من النعاس يضربوني وسيرتهم. ليك على الحكي ليك؟ لك عم تدعي لي على اهلي؟ لا تقبرني والله مو قصدي، كل قصدي اني تعبانه وهلكانه. اي ما عم بقدر فتح عيوني. بقوم اطفي لنا الضوء الله يرضى عليك. اي بنطفي الضوء بس الله يرضى عليكي. قيسي كلامك منيح، قيسي معي منيح الله يخليكي. شو وين كنتي لهلا؟ كنت عم بستفقد الاولاد. ان شاء الله ما بيحترموك لانه ما في شيء بيعوض حنيه الام.
تصبح على خير. شو بدك تنامي على الارض؟ نومه الارض اريح بكثير من نومي على التخت جنبك. رمزيه اخذي الشيطان وقومي نامي على التخت. هلا بتاخذي رطوبه من الارض. ليش يا بعدي خايف علي ابرد؟ الدنيا شوب. بدي افهم شو معنات هالحركات. شو يعني حردانه؟ اي نعم سيدي حرداني. اللهم جيبك يا طولة الروح. ولك يا رمزية ما خلصنا وتصافينا؟ لا تتأمل بحياتي اصفالك يا عادل. مدام هيك ليش رجعتي؟ انت ان شاء الله بفكر اني انا رجعت لك الك مثلا. لا انا ماني قدراني تصك ولا قدراني اطلع بوشك ولا حتى قدراني شوفك. انا اذا رجعت رجعت لولادي وبس. لا إذا كان هيك فأنا رح ريحك من شوفة وشي. ويكون بعلمك رمزية خانم، رجال غيري ما يسمع من مرته مثل اللي سمعته واللي طلع من تمك. كان رمى عليها اليمين وما خلاها تقعد عنده ساعة واحدة. ايه وليش انت ما بتعمل مثل غيرك؟ كمان مشان خاطر ولادي. ولك انا ما عم اصدق ما عم اصدق. معقول تكوني انت رمزيه الطيبه المحبه السمحه؟ ولك ممكن انقلب الملاك وبلحظه لشيطان؟ والله هاي الطيبه المحبه السمحه رحت تجوزت عليها. خليني اشوف الوش الثاني. هلا ما كنا نخلص من هالموال؟ امر الله وتم. رمزية انت بتعرفي قديشني بحبك وبريدك. قال لو كنت بحبك يا فخرة ما كنت اخذت عليك اللخرة. خليكي على عقلك ولشوف لوين بدي وديكي. وصدقيني انت الخسرانة. اكتر من هيك اكتر من هيك شو بده يصير؟ قال قالوا له للقرد الله بده يمسخك. قام قال لهم لشو بده يمسخني لغزال؟ استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. هي تارك لك الأوضة والبيت كله وقومي نامي على التخت وتمردحي عليه مثل ما بدك. ولك علي وبعد اللي سمعته منك بهالليلة إنه ما عاد ينطبع علينا باب أنا وياكي لوحدنا. شو لوين رايح بنصاص الليالي؟ خليك لبكرة الصبح. مو أنت اللي بتقليلي أمتى بدي أبقى وأمتى بدي أروح من بيتي رمزية خانم؟ وبستين جهنم عليكي وعلى وشك وعلى هالبيت كله كمان. كان يا بعدي رايح لعن شق اللفت تبعه المعيون خضر. ماشي يا عادل بصير. ان شاء الله بالافراح بيتكون عامر. بنت عمي مشان النبي خليني وسطك. والله مو حلوه. الله يخلي لي اياك يا ابن عمي ما بدي اعذبك. شو تعزميني عذابك راحة بعدين؟ هذا واجب علي شيء. خليها على راحتها. يلا يلا خليها على راحتها بركي جاي بعدها تتمشى على شيء شوي. بنص الليل. ايه بنت عمي الله يرضى عليك. هلا مجدي شوي تاني بيجي. ايه وصلك هو. خلاص ما بدي اعذب حدا. بقلكم المثال تعشى وتمشى وانا حابه اروح اتمشى لحالي. يلا اودع عناكم تصبح على السلامة. السلامة يا معي. سلام عليكم ابن عمي. الله معك بنت عمي. الله معك. السلام عليكم مجدية. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مور شو بتفيد؟ جوتين فاتيو غدير عن أبو اللي جابك زلمت شو ترأتك؟ خير مثل العام. خير شبك؟ دخلك يا ابن عمي دخلك. خليني افوت. تفضلي تفضلي. شو ليه ما عم يحملوني؟ خير مثل العام. شو اسمك عم يجف كله؟ شو بده؟
شو صاير معك؟ ما شاء الله شو لحي يقطع على قلبي. دخيلك يا ابن عمي، بعد ما طلعت من عندكم في واحد ثاني قال لي لحقني وكان بده يخطف الشنطاية من ايدي. يخرب بيته شو فكر دنيا سايبه. ابن عمي اطلع على الحاره شوفوا كيف تمشوا. والله جدية بشوف ابن الكلب والله لا على ابو ابوه. انا محلك ابني. طولي بالك. من وين طلع لك السنغالي؟ والله ما بعرف من وين طلع لي، يخرب بيته مثل الجن، ضربته فيها على راسه وركضت لعندكم. الله يصلحك يا بنت العم، قلنا لك استني مجدي بوصله، ما رضيتي، قلنا لك خلي ابو مجدي يوصله، كمان ما رضيتي. شو بدي اعمل نصيبي؟ ضربته ضربه بكل قوتي، واجا كنار الشنطه المعدن على جبينه، فصرخ من الوجع وحط ايده على جبينه وكنت انا لايدكم. يا عفارم عليكي، يخزن عين حولك شو جريئه. شو ابن عمي؟ لقيت حدا؟ ما لقيت ولا بالحارة ولا بالحارة اللي بعدها ولا باللي بعدها. هوني فص بالحوداب بيكون متخبي لقد الحرام شي دخلوجك. الله يرضى عليك نسيبي، اعملي كباية ليمون لبنت عمي وعمليها بتحدياتك وفركي القشر الليمون فرك على عيني. بنت العم هلا إذا حكيت معك بدك تزعلي مني. لا ما بزعل، احكي لشوف شو بدك. كم مرة قلت لك بلا هالبهورة والصرف بلا طعمة والطمع الناس فيكي؟ والله ما في عندي بهورة وصرفي محدود. لا ستي عندك ونص. بعدين لشو تمشي وإيديك يا اللهم صلي على النبي الذهب واصل لك واعد فيهم؟ الناس عايفة الترخنة والجوع كافر وبولد السرقة. يهلك ابن عمي، قلت لحالي رايحين لنخطب فليش ما ألبس صيغتي؟ كمان رب العالمين بحب يشوف آثار نعمته على عبده. إيه بس مو بهالأحوال هاي. صار صاير ثلاث سرقات بالسكة وبحارة السنبول بحارة المداري. والله من هون ورايح لازم ندير بالنا على حالنا وننبه على الولاد، لأنه ياما وياما متارسين الباب منيح. ابن طول عمر الشام أمان وما كنا بحياتنا نصنع بسرقة، شو هالزمن هاد؟ يخرب بيته، من وقت ما فاتوا على الشام ما بعرف شو عملوا فيها، صار في مرض وصار في غلاء وصاروا الشباب عطالين بطالين، لك عارفي شباب عم ينخطفوا وفي شباب عم ينقتلوا، ويا حسرتي في شباب أهاليهم ما عم يعرفوا وينه. لك كله إلا النشترة والتحرش بالحريم. الشغلة ما بينسكت عنا منو؟ بكرة بدي أشوف أبو عبود وباقي العضوات، خلينا نلاقي صرفة للمشكلة. الله يسلمك فيك. يعني حظو حلو. عمي يا حماتي عمي. تسلم هدياتي يا حق. الله يعطيك العافية يا أمي. الله يعافيك. إيه بهي، الله يرضى عليكي، لا تستحي. إذا أجى على بالك شيء واشتهيتي اطلبي، شاطر ما تطلع الشهوة بعين الصبي. ها هلا صدقتي حكي يا عمي، هيك اللياتها خصعبلات وتخاريف اخترعوها النسوان كرمال يخلوا جوازهم يجيبونه كشم شتينه. يهلك ابني، هي شغلة مجربة، هي جارتنا أم عدنان، كنت اشتهيت التوت الشامي، أمو ما قدروا يجيبوا لها لأنه مو أيامه. قام علي علي، الولد طلعت له توتة شامية هون 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 هيك هلا قد بين كتافه. بقى لها جائر وتنائر، هي شغلات صايرة ومجربة. ها طيب يا أمو، إذا كان الأب اشتهاله شي أكلة أو هفت نفسه على شي، ما بتجي بالولد كمان؟ هو أبو. بس يا أمو لا تاخذي ولا تعطي معه، ابنك وبتعرفي روح قلبه المجادلة. بس يا بهية انت فهيمة، بس معي كلمة حماتك. حاضر. ايوة يعني ما تسمع كلمتي لك اخي. بيقولوا الكنة الذكية هي اللي بتخالف جوزها وتسمع كلام بيت حماها. والله الكلام اللي لازم ينقال انه الكنة الذكية ما لازم تخالف لا جوزها ولا بيت حماها. صحيح يا أمو، في عندك شي اخبار جديدة عن رمزية؟ لا والله، منين بدي اسمع؟ لا فوت ولا بطلع، شو نسيت اني ماسكه العده؟ ربنا يهدي سرها ويصبرها. في عندكم بمصر كمان رجال بيتجوزوا اكثر من وحده؟ زينا زيكم، في عندنا رجاله يتجوزوا اربعه، وفي رجاله يتجوز وحده وبس. وانا من انو نوع فيهم تاج راسي؟ تتجوز وحده وبس. ليش انت سمعان شي عن رمزية؟ لا والله يا امي ما سمعت شي، بس لما بتقلب وشها استغفر الله العظيم لا بتنحرق ولا بتنجرق. وحده جوزها متجوز عليها ما بدها تقلب وشها يعني؟ هلا عيفونا من قصة رمزية وسيرتها. بدكم شي من مصر؟ انا مسافر الجمعة الجاي. هلا انت ما كنت تعرف تغير الطبع تبعك؟ بتكون قاعد بتنط تصير واقف. لك يا ابني لسه ما سخن تحتك، ما حلك تشتاق لمصر؟ وهتاخذني معك لمصر يا سي عبد اللطيف؟ لا شو نسياني انك حبلي، يعني ما بيوعدكي لا السفر ولا التعب. اي والله يا بنتي، نحن ما صدقنا وسمعنا انه جاي عبد القادر الصغير.
انت بتبقي هون وحيات عينك لخلي بنتي ام فياض ما تخلي مطرح حلو الا بتغدك عليه. زي ما انت عايزه، بس امان عليك يا سي عبد اللطيف تسلمني على خالتي وتقول لها انها وحشاني موت. ويمكن اذا رضي تجيبها معي كمان. يا ريت والنبي يا سي عبد اللطيف والنبي. اي والله يا ابني كثير مشتهيه اتعرف عليها، يا ريت تجيبها معك. صدقيني يا مو حعمي كل جهدي لجيبها معي. وانت شيخنا بدك شي من مصاري؟ طبعا بدي ابعت معك شويه هدايا لرفيقي الشيخ عبد الصمد ولامه ولابوك كمان، ولشيخ الازهر بدي ابعت له شويه كتب كان هو موصيني عليهم. بامرك. واكيد انت كمان بدك تبعتي هدايا لخالتك ما هي. مشان هيك انا جبت لها هدايا لها ولابنها. ربنا يخليك لي يا سي عبد اللطيف. اعلى شيء يا امو شفتي شلون؟ زمان الطلب هرب، من بعد ما داست جنون الشام جابوا معهم النحس والقتل والدمار. سمعت لك خبرية جديدة انه في قوات فرنسية جايين على البلد. يخرب بيته صاروا اكثر من الجراد يلي اجانا كمان وزاد الطين بله. طول بالك مختار طول بالك، الا ما تفرج باذن الله. مو هيك تقول؟ مزبوط، بس طولت الحكاية والله. ارواحنا صارت مناخيرنا، حتى السوار متضايقة وعم يحبسوا انفاسهم ورح يختنقوا. وليش لا يحبسوا انفاسهم مختار؟ ما يروحوا يقاتلوا يفيدوا هالبلد. الهيئة الكبار ما عاد تهموا العمليات الصغيرة، كأنه والله العليم حاضرين لشغلة كبيرة. ايه ان شاء الله الله يسمع منك. بس امتى يا مختار امتى؟ فعلا امتى؟ العالم بلشت تياس. مزبوط كلامك مزبوط، كل الناس عم تسأل امتى بقى. سيدنا في زلمة اسمه ابو سيف بدي اشوفك. ابو سيف؟ ايه ما بعرف حدا بهالاسم. على كل حال خليه يفوت ونشوف شو بده. على راسي معلم. تفضل اخي ابو سيف تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. اهلين يا طيب. اهلا وسهلا ومرحبا. اسمح لي بكلمة. تفضل عمي. يا الله. وين معلم عاشور؟ على البيت مختار. عود عود. احكي لك ابني ما بيتخبى شيء على المعلم عاشور. خلصت معلم عاشور؟ ايه بذات نفسه خير اللهم اجعله خير. السلام عليكم ابو العبد. بيقلكم خلي معبود تروح عند ام العبد تعزم على السيران بستان الشبه، تعزم اهل بيت المعلم عاشور اهل بيت ابو صلاح مختار المهاجرين، وانت سيدنا زي معلم عاشور ابو صلاح لهالسيران يوم الجمعه الجاي. السلام على بدر التمام. عبود ابصر شو في وراء السيران هاد. وبيناتنا اجى بوقته اهل البيت نخلوا قلبي بدهم يطلعوا لهم سيران. بس هلا لا تبسبس، قوم لنعزم ابو صلاح. ما قلت لك من شوي انه عم تتحضر شغلات كبيره؟ قوم هلا لك. لك دائما بياكلوها الاولاد يا حسرتي. أصلاً ما إجانا من هالحردة غير وجع الراس وفضيحة بين الناس. إيه والله والله سيرتنا صارت على كل لسان. سامية إيمينا من هالقصة بقى. خرج كون أنا اللي عاملة هالفصل. ليش لحتى تعملي؟ جوزك ما تجوز عليكي. ليش يا بعدي الوحدة ما بتحرد إلا إذا جوزها تجوز عليها؟ اسألي عمتي أموعي قديش كنت مدللة ببيت أهلي يا علي. كانت كاسة المي تجي لحد مني. إيه والله أنا بشهد بهالشي. شنو كنتي وحيدة أمك وأبوكي وشايفينك ومصدقين واثنيناتهم زناجيل والله عاطيهم، فليش ما يدللوكي بعدين؟ بس وقت اللي جيت لبيت المرحوم الله يرحمه كان له وش بيقطع الرزق. أي طول عمري عشت حياتي كله مع بهالبيت ما شفت على وشه بسمة. كل هالقد كان شديد وقوي؟ ما بتجوز عليه إلا الرحمة. الله يرحمه. وأكثر منه أبي الله يرحمه ويسامحه. كان ليش كنتوا تشبهوا المعلم عاشور لإله؟ منو ها؟ المعلم عاشور؟ يقبر قلبي إن شاء الله على هالوش البشوش ما أحلى، ولا على هالعيون الدبلانة إن شاء الله بكفني إلهي. مو طالع لأبو بنو، طالع لأخواله وتحديدا لأبي. أخي أبو عاشور الله يرحمه كانت الناس مسميته ضبضبت.
تصوري يوم اللي تجوزت، على قد ما أبي كان بيعرف عسارة بيت حماي، بعت معي المربية تبعي. كان جدي الله يرحمه شاري أمها. قام عمي ما بتجوز عليه إلا الرحمة، بليلة العرس من صباحية العرس شو قال لي؟ قال لي شوفي يا سامية بدي حاكيكي هالكلمتين. قلت له خير عمي أمور، هاي المربية تبعك بتصرف فيها فورا. قلت له أمرك عمي. وما في غير جمعة زمان كان ملاقي لها عريس من إجاراته. وقومي انزلي يا سامية على شغل هالبيت. وكنت لحالي بأم عتراسي. حاكم مرت عمي الله يرحمها كانت تحب الدوارة وزيارة كتير، من بيت رقاع لبيت شقاع لبيت بيض الله أفراحكم. والله وكيلك يومت اللي كانت ترجع وتلاقيني مو مخلصة هالبيت ومو أرض ديار عم توجوج مثل ما هي بدها، ما بدي كمل نهز بدني. بس الله يرحمها أم عاشور كانت تدللك كتير، وما كان يهون عليها حدا يرميك بوردة. وبعدين الطبخ هي اللي كانت تطبخه، ليش بتنكري مثل القطاط؟ يو ليش تقبريني؟ والجليات من شو كانوا بيشكوا؟ اي والله والله بذكر مرة كانوا عاملين عزيمة وكنت لساتني عروسي علي، وامتلك لأجلي لك هالطناجر. اي انو طناجر؟ اي كل طنجرة منهم كانت بتوسعني على أدمالها كبيرة وغميقة. الحاصلة فاتت علي مرت عمي وانا عم بجلي، شافتني عم بجلي بالصابون ما خلت علي. قامت قيامتي وقتها، راحت جابت لي صفوة من الكانون وقالت لي خي افركيهن منيح ودعكيهن لحتى ينضفوا يلمعوا لمع. يومتها فقفلوا ايدي على كتر ما فركت بهالطناجر. وفوق هذا وكله شافني عمي عم ببكي من حرقة قلبي ووجعي على حالي، قام راح مكمل علي بدل ما يطبطب لي. الله يرحم ترابك يا أمي. كانت كل ما تزورني وتسألني عن أحوالي ما أقول غير الحمد لله، على قولة الحمد لله مبسوطة كتير. والله بيت حماي شايليني على كفوف الراحات. قديش كان يصير بين سامية وحماتها؟ ما كان ولا يوم يدرى عمه أو عاشور شو صار بيناتهم، لك حتى أهلها ما كانوا يدروا بشي. لك بنتي للبيوت أسرار وما في بيت خالي. إذا الواحد بده يشكي لصديقه بده يزعل عليه، وإذا بده يشكي لعدوه بده يشمت فيه. كله أهون من جوازة الرجال ومجية الضرة. لك إيه حاجتك بقى نخرتي قلبنا بهالضرة؟ إيه وين هالضرة؟ إيه والله لو ما كانت من الصابرين ما بتقبل بهالعيشة. ليك مقبورة قبر بهالبيت؟ حاجة بقى رمزية حاجة؟ إيه والله زودتيها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلين أخي. أهلين وسهلين. الله يديمك. شرف شرف أخي لمطرحك. ما محلك أخي. ما بيصير أخي. خليك محلك. الله يديمك. اسمع الخبرية. خير؟ الظاهر اعتمدوا يعطوه بنت شاكر لبنخت لمرت خالك. أيوه. ليش أخي مو حكيته بوقتها إنها صغيرة؟ ليك صار. شو بدنا نساوي؟ إيه. وجمعة الرجال اليوم المساء. شو عليه؟ الله يقدم اللي فيه الخير. صحيح يا أخي نسيت لك اليوم إجا أبو هزاع. قلت له أطلب الغنم اللي بدنا إياه. لا والله أخي ما طلبته. بعد إذنك أنا قعدت معه لأبو هزاع وضليتني دقتسه وإسحبه وإستنزله بالكلام لحتى اعترف لي بأنه تجار سلاح ونيك بيبيعوا سلاح واصل للمطرح اللي هو بيقلن عليه. ايه وبعدين؟ عم قول اخي بعود بطلع انا على تركيا وبتفق مع الجماعة وش لوش، احسن ما يطلع هو يشتري لنا سلاح ويربح علينا الطاق طاقين وعشرة. تطلع على تركيا بعدين مجنون ابو هزاع لحتى يدلك على تاجر السلاح اللي عم يتعامل معه؟ ايه بيدلني. ليش حتى ما يدلني؟ يا سيدي فريد ما رضي يدلني، بقعد بسافر أنا وياه وبعطيه بكل سفرة اللي فيه النصيب، وبيضل هالشي لك أخي أرحم لنا وأوفر لنا بكتير.